ننتقل إلى موضوعنا التالي. نمشي لموضوع آخر مش بعيد برشا على فكرة، ناس تصوير. في كل حاجة، حتى يتفرش مسلسل يعمل سيلفي مع المسلسل. ظاهرة السيلفي مشاهدينا اللي في عالمنا ولات موجودة بكثرة كبيرة، بدأت مع النجوم والمشاهير طبعا إلى أن انتقلت إلى كل شارع وكل بيت، وباتت تشكل هوسا لدى الكثيرين من جميع الأعمار. هواية أم اضطراب نفسي أم موضة؟ طبعا فرضها التطور التكنولوجي اللي عايشينه في سنواتنا الأخيرة، هذا ما حير الكثيرين ليجدوا التوصيف المناسب لهذه الظاهرة. هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عليها مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأردنية عمان الاستشاري في الطب النفسي الدكتور فلاح التميمي. صباح النور دكتور. صباح الورد يا سيدي. يعيشك يا سيدي. به اذا نحكيوا على ظاهره السيلفي اللي ولات موجوده بكثره، طبعا كلنا نعرف قديش اهميتها وقديش مؤثره في عالمنا في السنوات الاخيره، ولكن فعليا متى ظهر هذا المصطلح كسيلفي لاول مره في العصور هذه مع في السنوات هذه؟ يعني خلينا اتكلم لك انه هذا قديم، وفي يعني واحد استرالي حاول على ايام كاميرا الكوداك اذا بتتذكر انه يحاول يصور نفسه عبر المراه، وكانت الظاهره قليله جدا ولا تسمى ظاهره، كانت احداث فرديه، لكن حقيقه بعد وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت ظاهره، وهي ظاهره اجتماعيه واسعه في كل العالم وتحتاج الى دراسات كثيره حولها، حيث ان في بعض الأحيان قد تصل هذه الظاهرة إلى بعض الأمراض في بعض الأوقات. طيب متى تصل إلى اضطراب نفسي أو أمراض كما ذكرت؟ كيف نقدر نحدد؟ يعني خلينا نتكلم أساساً إنه السيلفي له دوافع معينة عند الأشخاص، وهؤلاء الأشخاص لهم سمات معينة في شخصياتهم. فقد تكون الشخصية نرجسية أو لديها تضخم في حب الذات، وقد يكون العكس تماما، قد يكون هنالك شعور في النقص أو الخجل الاجتماعي في المواجهة أمام الآخرين فيظهر من خلال السيلفي على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون هنالك ملامح قلق أو دوافع وسواسية وراء ذلك الشيء، وقد يكون يريد أن يأخذ الرضا ويأخذ اللايكات على السوشيال ميديا، فلهذا يعمل السيلفي كثيرا، وقد يكون السيلفي فقط للتعبير عن لحظات فرح أو سعادة يحب أن يعيشها لايف أو يعيشها مباشرا. لكن متى تصبح مرض نفسي؟ عندما يحدث فيها عدة سمات، أو أولا يجب أن يكون هنالك انشغال زائد عن اللزوم في موضوع السيلفي، سواء في الأوقات أو سواء في الطريقة. اثنين، عندما يكون هنالك تأثير على الوظيفية الحياتية في الموضوع، فتؤثر على نومه، تؤثر على أكله، على وظيفته، على حياته، يريد أن يعمل كل شيء بث مباشر حول السيلفي، فوقتها قد يكون هنالك دوافع وسواسية أو دوافع قلقية وراء هذا الكلام، وقد تصبح اضطرابا عند هذا الشخص. نحكيه على ال 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 يعني من وجهة نظر أخرى، وقتاش دكتور فلاح تكون هالظاهرة هذه عادية وهي فقط معناها موجودة ربما كما قلت قبيلة معناها للتعبير عن فرح ما أو لإثبات وجود بمكان ما أو بحدث معين؟ هوني وقتاش النجم نقوله أنه بعيدة عن فكرة الاضطراب النفسي؟ كيفاش نعرفوا أنه هناك شخص يعمل سيلفي بعيد عن الاضطراب النفسي، ومن هو مهووس بالسيلفي إلى حد وصول إلى اضطرابات نفسية كبيرة؟ يعني خليني أنا أحكي لك شيء، غالبية السيلفي هي ليست ظاهرة مرضية ولا نستطيع أن نقول أنها اضطراب، هي ظاهرة عادية، أنت وأنا والجميع يحب بعد التطور التكنولوجي أن يشاهد نفسه في تلك اللحظة، فغالبية الوقت هي ظاهرة عادية وليس لها دخل أي شيء بأي مرض. قلت متى تصبح مرض؟ عندما يكون فيها انشغال زائد عن اللزوم
مع وجود دوافع داخلية بالإضافة للتأثير على وظيفية الحياة. نعم. اليوم بوجود كل يعني كل الهواتف الذكية، بوجود الكاميرا أيضا بكل مواصفاتها العالية، وأيضا الريفيرس كاميرا اللي هي مخصصة للسيلفي أو أن واحد يصور نفسه، قديش بتشجع يعني توافر هذه التقنيات أن واحد يضل يستخدمها بكثرة؟ يعني أنا أبدأ أقول عن قبل أن أشجع، أريد أن أقول دائما وأبدا يجب الإنسان يأكل باعتدال، يلعب باعتدال، ينام باعتدال، حتى يتصور سيلفي باعتدال. وأريد أن أشير هون أنه في شغلة مهمة جدا في موضوع السيلفي، كيف ومتى نستخدم السيلفي. فنحن نعلم أن بعض الحوادث حصلت، سواء حوادث سيارات أو حوادث الغرق أو حوادث السقوط عن مرتفع، حصلت بسبب استخدام السيلفي في الوقت الغير مناسب. فيجب علينا أن ننتبه أيضا عندما نسجل لحظات أن نكون في موقع آمن حتى لا تحدث حوادث لا سمح الله. دكتور فليح، دائما هكا نحكيه على حاجات معينة تكون موجودة في حياتنا ولكن تقعد موذة إلى فترة معينة وتنتهي. هل فعليا اللي نسمعوه عن بعض الخبراء في مواقع التواصل الاجتماعي أنه يقولوا أنه السيلفي هي فقط موذة فترة معينة وستنتهي؟ هي لا شك أنها موضة وتقليد، لكنها سوف تستمر. لأنني خليني أتكلم لك أنه عصر التكنولوجيا، عصر السوشيال ميديا سوف يمتد أكثر وأكثر. فلهذا يجب أن يكون أن نعلم أنها موضة نعم، وتقليد نعم، وظاهرة نعم، لكنها سوف تستمر لسنوات عديدة. وقد يكون في المستقبل بعض أنواع السيلفي تدرج ضمن الأمراض النفسية التي لم تدرج لغاية الآن، وقد تكون تحت إطار الطيف الوسواسي أو الطيف القلقي بشكل عام، وقد تكون تحت طيف اضطراب الأعراض النفس جسدية. فنحن نعلم أن بعض الأشخاص المضطربين الذين يستخدمون السيلفي أو بسبب استخدام السيلفي والفلترة قد يذهبون لعمل عمليات جراحية كثيرة في وجههم، لأنهم يريدون التمامية أو الكمالية في شكلهم، فبالتالي يلجؤون إلى العمليات الجراحية والتجميلية. حضرتك ذكرت الفلترة، وهي طبعا عم نحكي عن الفلترز أو يعني التقنيات الموجودة سواء بالكاميرات أو بأبليكيشنز، تطبيقات على الكاميرا بتخلينا نعدل من شكل وجهنا، نغير بلونه، نملس البشرة، نظهر يعني شكل مثالي، إضافة إلى الأشكال العدة مثل تاج الورود اللي يمكن ما في حدا على الكرة الأرضية ما استخدمه. إلى أي مدى كمان عم بيكون الشخص عم يعود، يعني عم بيكون ضحية لكل هذه التطبيقات والصور المنتشرة من حوله، وكأنه عم نتمثل فيها، يعني إلى بمحل ما منقول لحالنا أنه وقت ما ناخد هيدول السلفيز كأنه نحن يلي مختلفين، لأنه الشائع صار هو ما نقول عنه مبالغة وهوس. نعم. لا، هو خلينا أتكلم لك إنه خلق الله عز وجل هو أحسن خلق، لا شك إنه خلقتك هي الأجمل. الآن إذا كان هنالك تشوه في حالات قليلة جدا، نعم قد يحتاج هذه الفلترة وهذا السيلفي، هي ظاهرة كبيرة من الموضة والتقليد الذي يريد أن يكون مثالي تماما، وهذا هو الخطر. لا يجب أن نتبع الفلاتر، الفلاتر فقط لتحسين الصورة، مثل المكياج، مثل الوصلات، مثل التاتوز، مثل أي شيء آخر. فيجب علينا الحذر أن الفلاتر هي صورة ليست حقيقية، مثل مراية السيارة يقول لك البعد وهمي وليس حقيقي فانتبه. ونحن نقول انتبه أن الفلاتر هي وهمية وليست حقيقية، ولا داعي لأن يكون هنالك أن يكون ذلك موجودا في الحقيقة. شكرا لك. حلو برشا الاستشاري في علم النفس الدكتور فلاح التميمي، حدثنا من عمان. شكرا لك مرة أخرى على حضورك معنا. شكرا.